الشهداء ومئات الجرحى سقطوا السبت بسبب منطقة السياج الحدودي إلى جبهة أمامية مع قطاع غزة، وهذا بلا شك أولا أجبر إسرائيل إلى تغيير سياستها فيما يتعلق بالتعامل مع قطاع غزة. كبيرة ارتفعت وتيرة الاستعدادات يوم الأمس، حيث كانت هناك بداية على مستوى رئيس الإدارة المدنية كان ركز على أنه مسارات العودة عملت خلل كبير لدولة إسرائيل هذه وأثرت علينا، إحنا مش قادرين نسيطر. إنها بلده لوين انتوا رايحين؟ أنا من ياسين التالي للجميع، صحيح وللعلم طرف الجميع، الآن البدء الفعلي لأمر عمليات رقم 10/2018 والخاص بخطة تأمين مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار. أكرر، كان يسألني عن التحذيرات اللي بتصير كل يوم جمعة، هل في مكبرات صوت يعني بتدعي الناس انهم يروحوا على الحدود، وبخصوص انه الشباب اللي بلموا الكوشوك ده، بتعرف حدا يعني من اللي بيروحوا على الحدود؟ وصلت ان انا معلومة في 14/5 انه في شباب بكرة حيكون يوم صعب، في شباب بكرة حيقصوا السلك ويدخلوا جوا. هلا انت يعني حسب رايك بكره يعني ما سمعت اي تخطيطات، اي يعني بزعقوا في الميكروفونات يعني بالنسبه له بكره عتلك على خيام؟ لا حتى الان يعني نشروا على النت انه بدهم يعني يعملوا بكره زي تصير لجرحى ولا كسر الحصار. لا اخر النهار ممكن تعرف بصير، هم دائما طبيعه الحال بيندهوا من بعد الظهر او بعد العصر اذا في بكره انه يتواجدوا هناك او بصير مسيره او شيء. بصير خير، شوف على كيف اخوي. خلينا اذا يعني انت اليوم تسمع كمان شغله بالنسبه للمظاهرات يعني انا هذا طبعا بلغني. ضابط المخابرات الإسرائيلي أبو الأمير قال إنه إحنا دفعنا فلوس كثير في غزة، إنه الناس تثور على حكومة غزة، ولكن للأسف كل المشاريع اللي عملناها وكل الطرق اللي استخدمناها فشلت، وتوجهت الناس بدل ما تثور على الحكومة في غزة ثارت علينا وتوجهت للحدود تعمل لنا مشاكل على الحدود. سألنا هل في موجود أمن؟ فقلت له في أمن بكثرة، وإذا في شيء ضروري صار ميكروفونات اليوم أو شيء تهيؤات إنه لبكرة يجي أنا فورا، حتى لو اليوم أنا بتصل عليك عادي، لو أنا أسمع يا خبر في منها نوعية شيء أنا بعرف بقدر أعرف من تعاون الكوشوخ وتعاون السلك هدول لما بكونوا جاهزين يوم الخميس. يوم الخميس دائما العصر بكونوا في نص البلد بتهيأوا لشغل بكرة، إذا بشوف إنه هم بتهيأوا معناته في شيء، فأنا مش هستنى ولا دقيقة، بتصل عليك أبلغك إنه في تحركات تحضيرات لبكرة. الضباط اللي تعاملت معهم في سنة 1994 كان اسمه أبو داود، في 2009 كان اسمه جلال وجهاد، في 2016 كان شفيق، في 2017 زاهر ورياض. المخابرات اللي كانت مع المخابرات الإسرائيلية كان في إيرس مع الضابط شفيق في نص شهر 12/2016، المقابلة الثانية كانت في أول شهر 6/2017، المقابلة الثالثة كانت في نتانيا الضابط شفيق لأول أول ما بدأ معايا
سألنا عن ناس معينين هم من ضمنهم في ناس في المقاومة، وسألنا عن بعض ناس كان بيشتغل في الأمن الداخلي، وسألنا عن ناس بيشتغلوا في الشرطة المدنية. في شهر 5/2018 اتصلت على الضابط اسمه رياض، فكان أخذت معلومة من انه من وراء دارهم طلع صاروخ. في زي ما نقول حددت مكانين انضرب من صواريخ، مكانين الساعة 1 بالليل انضرب من مكان، والساعة 2:30 انضرب من مكان. تقريبا انا حددت المكان، عرفت وين بالضبط طلع. بس انت شفت يعني كيف شفت؟ يعني شفت عين الناس يعني مضربه ولا بعدين؟ الحين الصاروخين الثانيه تبعهم الاثنين الليل الساعة 2:30 انضرب من مكان برضو قريب. عشرة شבועות בתפקיד, הפסקה של היחידות בלבול, הפסקה של התפרויות יום השישי שהיה גיהנום, יום השישי שהיה גיהנום. رئيس الإدارة المدني كان يركز كمان انه مسارات العودة اثرت على الجيش الاسرائيلي، على الجنود الاسرائيليين في انتشار. ويكون منزعج انه مسارات العودة اثرت عليهم من ناحية الزراعة. سوطنات وفي الكبوسات اللي موجودة على حدود غلاف، على غلاف غزة، حتى المستوطنين نفسهم صاروا يهربوا على تل أبيب، حتى انه في خلل عندنا في الصناعات كمان، في عندنا مصانع في الكبوتسات تعطلت. بالنسبة لأبو الأمير ضابط المخابرات كان يحكي عن اللي هو انه قطاع غزة تعرض لاجتياحات كثير وحروب كثيرة، والجيش الإسرائيلي فشل في انه يكسر هيبة سكان قطاع غزة. ضابط الأمن الإسرائيلي، ضابط المخابرات، قال الأمن الداخلي أحرجنا، معنا احنا ضباط بفشلوا قاعدين، ضباط بفشلوا قاعدين، بجند واحد بعد فترة بكون مش موجود. أنا شخصيا ما كنت في يوم من الأيام أتوقع أنه أنا أنكشف.